تستخدم للطبيعه، ممكن اوكي للبورتري، نقاوتها عاليه جدا جدا. الماده اللي تستخدم للعدسات هي ماده دقيقه جدا، وعدساتها غاليه مش رخيصه. يعني العدسه لحالها للهزبلاد ممكن تكون بقيمه كاميرا كامله من منتج اخر. ليش حرصت انك يعني تمتلك هذه الكاميرا؟ لان عملي واسمي يتطلب انه يكون عندي شيء بجوده عاليه. يعني هي مش كل شيء الكاميرا، يعني فينا ان احنا نكون مبدعين باقل التكاليف، ولكن لما يكون عندك الاثنين معا فالابداع يكون اكثر. في بعض المعلومات قد تكون مبهمه لبعض الاشخاص، يعني مثلا بيقول لك انه المصور البروفيشنال الفوتوغراف اذا بتعطي اي كاميرا حتى لو كانت يعني رخيصه مش غاليه ممكن يعمل منها لوحه. صحيح. تمام، والعكس صحيح. يقال ايضا انه ما دخل انه المصور يكون بروفيشنال، ممكن الكاميرا اللي معه هي اللي عملت له هيدا الفيو او هيدا يعني هيدا الشكل يلي هو بده اياه. الكاميرا ما بتعمل شيء، كل شيء هنا عند الانسان يستطيع من خلال تحكمه معرفته يعمل كل شيء. من أبسط الأمور، أنا عندي صور من سنوات طويلة جدا بصور مجوهرات وغالية جدا على أكياس زبالة. ما حد بيعرف إنه هذا كيس زبالة. الصورة اللي شفتوها من شوية اللولو على كيس زبالة أسود. أوكي بعطي إفكت، أنا اللي بخلق الصورة، أنا اللي بكونها، أنا اللي أعرف كيف بتعامل معاها. صورت مجوهرات على سماد. ما حد بيعرف إنه هذا سماد. إذا مش الكاميرا هي اللي عملت. يعني الأفكار هون. الأفكار، الإبداع أنت اللي بتقدر تتحكم أنت فيه. أنت اللي بتخلقه يعني. يعني من أبسط الأمور ممكن تعمل لوحة فنية. يعني كما معروف بمفهوم الإبداع، الإبداع أن تخلق شيء من لا شيء. من لا شيء. فعلاً. يعني الآن أنا كإنسان الله أعطاني عيني، ما في عيني وعينك ما راح يفرق شيء. بس أنا بشوف بزاوية معينة، أنت بتشوفي بزاوية معينة. هيدي الصورة اللي كنت عم تحكي حضرتك عنها صحيح؟ أيوة هذه الصورة. هذه اللي تحتها كيس زبالة أسود. ما أحتاج أني أنا لازم أجيب أشياء فانسي وإكسبنسيف. لا، من أبسط الأمور يعني توظف الأدوات اللي موجودة. وصلني إيميل بهاللحظات بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام والإكرام. أولا أود أن أحيي الأستاذ محمد وأرسل له كل التحية والاحترام، ونشكركم جزيل الشكر على استضافة هذا المبدع والذي دائما يمتعنا بإبداعاته، كما أود أن أشكره على جهوده مع جماعة التصوير الضوئي بالأحساء، وأنا من أشد المعجبين به وبإبداعاته، وأحب أن أعرف كيفية الاتصال به خلال تواجده بالأردن الشقيق، وخاصة أننا طلاب سعوديين بالأردن، ونود الاتصال به والاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالتصوير، وهل لديه برامج حاليا بالأردن الشقيق؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حسام. والله الإيميل حقي راح يكون موجود إن شاء الله على البرنامج بعد شوية. ممكن نقوله كمان ما تعتل. هو موجود على الهواء هلا. هو mshabib@mshabib.com. انا كان بودي لو اقابلكم، ولكن رحلتي بكره ان شاء الله، فمن الصعب اني اكون متواجد، ولكن فيكم تراسلوني، ولو كان في امكانيه نحن ننسق زياره ثانيه ممكن نعمل زياره واجيكم على الاردن، ما عندي مشكله. قديش مهم هيك التواصل يعني مع عن جد انتم كمبدعين، كل واحد بمجاله، انت بالتصوير الفوتوغرافي، الفنانين، الشعراء، الرواد السعوديين المبدعين، قديش مهم انهم يتواصلوا مع
الطلاب السعوديين، مع الموهوبين السعوديين ولكن خارج نطاق المملكة؟ كتار من الطلاب مثلا مش بس اللي موجودين بالأردن ولكن كمان ببلدان عربية وأوروبية. أنا كثير التنقل، وقتي بعيش خارج البيت أكثر. نعم. بقدم كل خدماتي سواء على المستوى التجاري أو على مستوى الفني. لدرجة في الصين قدمت دورة مجانية في عام 97. لا كانوا صينيين. أوكي. وأنا كنت موجود في الصين وقدمت لهم الدورة مجانا. فمش كل دوراتي هي فيها دافع، ولما يكون سيمينار لمدة ليلة واحدة مهما يكون نوعها إلى أي جماعة أنا بعطيها مجانا، ما بأخذ عليها أي شيء، لأنه في على عاتقنا شيء للمجتمع، فلازم نقدم لهم الكثير في الواقع. طيب قبل ما ننتقل لنتابع سدير. سدير خلاص. اوكي معي سعودي بيصحح لي اذا سلبيه لك من القطيف وعطاؤك الكبير المنقطع النظير سيد ابراهيم الساده. هيدي الرساله كمان. يا هلا وسهلا. أيضا في رسالة، أنا أحد تلاميذك منذ ربع قرن تقريبا، يعطيك العافية ولازلنا نتمتع بعطاءاتك، بس مش كاتب الاسم. أحد تلاميذك من ربع قرن، 25 سنة. ما شاء الله. شو بتحس هيك يعني؟ والله أنا لما بس تحية بسيطة شفتها على المنتدى حسيت إني مقصر، فأحيانا الإنسان ما يعرف إيش قد الناس بتحبه، ولكن ما شاء الله يعني بتحس بالحفاوة. ولذلك أنا أقول مشكل شيء هي الفلوس. وهذا الشيء أنا مؤمن فيه وأقدم الكثير فيه. طيب في رسالة بتقول لك، مرحبا أستاذنا الكبير، حبيت أعرف كيف ممكن أتفادى الانعكاسات بالصور، وما هي معاهد تنصح فيها حتى لو كانت بالخارج تفيد الطبيعة الصامتة؟ انعكاسات يعتمد على الموضوع، هل هي انعكاسات في منتجات أو في زجاج، فهنا غير محدد الوضع. السؤال مش واضح، ولكن كمعاهد في الكثير، من ضمنها في أمريكا في بروكس انستيتيوت اوف فوتوغرافي، وهذا من أفضل الأماكن الإنسان ممكن يدرس فيها التصوير الفوتوغرافي. كم عمره علي؟ عمره الآن 13 سنة. العمر كله إن شاء الله، الله يخلي لك إياه. شو بدك تقول له لعلي؟ صور صغير يعني. العافية، كان وده يجي معاي، قلت له لا عنده المدرسة. أكيد نسعد فيه. ابنك المصور الصغير علي، تحرص إنك تعلم أولادك والعيلة على التصوير؟ أنا عندي منافسين. طيب هيدا بدنا نعرفه كيف. أنا عندي بنتي. صحيح. صحيح، أنا في الموقع حقي حاط للمصورين صفحات، يعني وبدعو أي مصورين الله ما شاء الله. طيب أختك أم أحمد أرسلت لك حبيبي محمد، أتمنى لك التوفيق. أيضا منور الشاشة، يا أستاذ محمد من بعد إذنك سؤال، بماذا تتحدث؟